القصة بدأت معايا ان انا اهلي انفصلوا عن بعض، وكنت انا اول ولد اتمنوه. والدتي خدتني وودتني دار ايتام. من هنا بقى بالنسبة لي اللي هو تحدي، يعني اللي هو انا لازم أن اكون حاجة علشان خاطر يتمنوا ان هم يشوفوني، لازم أن اكون حاجة علشان خاطر نفسي، عشان خاطر انا كده ماليش ظهر، فلازم أن انا اكون ظهر نفسي. بداية رسمي اصلا كانت عن التفكك الاسري والكلام دوت. اول ما ابتديت ان انا افكر هاخد كورسات والكلام ده، كنت انا مشيت للدار. كان حصل لي مشكله بسبب الرسم، كنت برسم على الحيطان عن التفكك الاسري والكلام دوت، فحصل لي مشكله، فقالوا لا محمد مش هينفع وبتاع، فلقيتهم بيتظبطوا ان هم محمد لازم نمشي. اول ما عشت تحت الكوبري، عشت تحت الكوبري، ما كنت بشتغل بشيل طوب والكلام دوت، وفي برميلات بستحمى في برميل وبشف نفسي في برميل، بغسل هدومي في برميل وبرده بشطف هدومي في برميل التاني، والفلوس اللي بتجيلي لا باكل بيها لا اجيب بيها ورق رسم. من هنا بدأ الموضوع، طب انا عايز اقعد في اوضه والكلام دوت، هيجي ازاي بالفلوس؟ طب الفلوس هتيجي منين وانا الدخل على قدي؟ قررت اشتغل بقى في فرن، اشتغلت كذا شغلانه لحد ما جات لي شغلانه كويسه. من هنا ابتديت احط نفسي على اول الطريق ان انا ابتدي بقى ارسم كويس. لما قررت ان انا عمري ما هشتغل عند حد تاني، قلت يبقى لازم افتح مكان. رحت محلين رسمت فيهم من فلوسهم، قلت طب انا هفتح المكان. فتحت المكان يوم عيد ميلادي بالظبط، وانا افكاري ان انا مش هفتح مكان واحد، افكاري ان انا لازم على الاقل خالص كل سنه يبقى في مكان، حسب لو قلت لو الدنيا واقفه معايا، لو مش هاكل لازم يبقى كل سنه في مكان بيتفتح، وخاصه في بورسعيد لان انا اهلي من بورسعيد. ما بقاش في وقت لان انا اقعد عاتب بقى نفسي او عاتب بالدنيا او عاتب والدي ووالدتي، خلاص المرحله دي عدت. فبقيت استغل وقتي بقى اللي هو لازم اكون بعمل حاجه، وفي نفس الوقت اللي هو انا لازم اكون بصارح نفسي. المصارحه مع النفس هي اللي بتوصل لاي حاجه، هي اللي بتوصلك لعيبك وتشتغل عليه، وهو ده اللي انا عملته. عرفت عيوبي ايه وابتديت اشتغل عليها. عيوب ان انا لازم ما عنديش اي حرفه وبحب الرسم، يبقى خلاص اسيب كل حاجه واهتم بالرسم عشان خاطر اكون حاجه اللي انا عايزها.